زي ما بنقول لكم وضع السوق كئيب، مخلينا تقريبا متضايقين حتى قرفانين التحليل. لكن خلينا غصبا عننا ما لنا غنى عن التحليل. هل الكهرباء اليوم الكهرباء كسر الدعم بالنسبه لي مضاربي، كان عند 27 26 85، وبناء على هذا الكسر السهم وصل بالقرب من دعم اهم منه. ما هو الدعم اللي اهم منه؟ ما هو الدعم الاستراتيجي في الكهرباء؟ الكهرباء يكون بعلمكم ومنذ شهر 8 اوغست استطاع الكهرباء ان يقتحم ايش قمه 2017 اللي هي 26.5. تمام، هذه القمه قمه رئيسي، قمه فنيه طبعا، نموذج وما شاء الله دبليو، شوفوا قديش قاعد يفحط، مو قادر يغلق فوق ال 26.5، وجاك السهم في شهر 8 ما شاء الله. من يوم ما طلع فوقها، تخيل اني انا الكهرباء ما ضارب فيها ولا اعرفها، متى قررت ادخل الكهرباء وصرت صاحب لابو يحيى فيها؟ لما كانت الكهرباء طالعه قريب 28.70 ونازله واقفه فوق 26.5، لو تتذكروا انتم من هنا ونحن بدانا نضارب مع الكهرباء، والى اليوم ونحن نقول الله يستر. الكهرباء لو كسر ال 26.85 من اهم دعومها الرئيسيه 26.5، هل ممكن الكهرباء يكسر هذا الرقم؟ ممكن مضاربيا، لكن ما زلت اشوفه انه ممكن يضحك علينا، يعني كذاب، زي لما كان هنا في شهر 4 يخترق ويضحك علينا وفي النهاية يقفل ما يقدر يطلع، فممكن الآن يكسر وبعدين يطلع. فالسهم إلى الآن قوي فنيا، وما زال بالعكس كل ما انضغط يزداد إغراء بعد نتائجه، نتائجه قوية، نتائجه حلوة، أموره طيبة. لكن أنا خليني أستبق معاكم، ما زال هذا هو شارتنا الرئيسي للعلم والإحاطة في الكهرباء. هدفنا ما زال عند 33 حتى على نظرية 357، في حال إن شاء الله استقرنا مرة تانية فوق 27. هذه خريطتنا في الكهرباء، شايفينها ما فيها كلام، يعني الكهرباء ما زال عنده هدف فوق. ما زلنا لو جينا نبغى نرسم له ترند فرعي من هذا القاع اللي هو كان في شهر، في عندنا هنا منطقة فرعية ممكن تبان على اليومي أكثر من 23.44. شوف هنا في ترند أكبر من الترند الصغير المكسور اليومين دي. خليني أعطيله قاع الشمعة دي اللي كانت في يوم من الأيام اخترق فيها الـ 26.5، ولكنه كان مسجل أدنى في نفس الشهر، كان 25.25. لو جينا أخذنا خط موازي حنلاقيه يوافق هذا الترند الفرعي. طبعا إن شاء الله إنه الكهرباء ما يكسر الـ 25.25 في حال حصل ضغط تحت 26.5، وإن شاء الله نحن أساساً لا نميل إلى الإغلاقات تحت الـ 26.5، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. طبعاً لو كسرناها معناه في شيء غلط قاعد يصير، وبصراحة يعتبر جائر ولا يستحق الكهرباء. فالكهرباء بصراحة سهم أخباره قوية وجميلة، ويستحق أن يكون صراحة في الثلاثينات وليس في العشرينات. فبالعكس أنا أقول من أنجح الأسهم اللي أنت في الظروف دي ممكن تفكر حتى تضارب فيها وتلقط فيها هي الكهرباء، يعني ما هو سهم عادي للأمان. وما زال إلى، لأنه نحن ما نقدر نحكم إلا بالإغلاق الشهري. وأنا أقول الآن خلونا نمشي على الدعم ده، على الفاصل اللي هو اللهم صل على النبي. شوفوا حتى يا أخوان قريب والله، متوسط 200 طالع له شوية، يعني 25.25 25.25 إن شاء الله يكون هنا في شمعة توتر تتكون في السهم. بعدين هنا زي ما انتم ملاحظين هنا في ترند، شايفين الترند؟ طيب مين قال 25.25؟ والله هذا الترند على اليوم يقرا حتى 25.70 كمان. قول ان شاء الله يرتد الكهرباء. الكهرباء ترى على فكره حتى لو ما ارتد انا اتوقع حيكون من اقل الشركات ضغطا اثناء النزول، لانه زباينه حيكتروا مع كل ضغط، حتشوف في منافسه كبيره على الاستحواذ على السهم للفتره القادمه. اسال الله لكم التوفيق. خلاص انا متعلق في الكهرباء 26 الان، متوسط 26.80 اليوم، حتى 85 اشتريت وكسرها فيه. بعد ذلك ماني خايف من الكهرباء، والله ماني خايف، لكن خايف سبحان الله من الصغار دول، المتوسطات هذه زي الالماني البابطين، هذول المتعبين. اما الكهرباء بالنسبه لي غير متعب، بالعكس كل ما انضغطت يمكن السهم الوحيد اللي اتحمس اشتري فيه اكثر ما اشتري في غيره. إذا انضغط السابق اتحمس اشتري أكثر ما اشتري في الصغير هذا اللي ما له أمان، ما في كميات ولا في فوليوم. أما الكهرباء فيها كميات وفيها شغل، وإن شاء الله بإذن الله إنها ترتد بحول الله، وإن شاء الله نقول لك مبروك.
مع مرور الوقت عند 33 ريال و32 ريال ان شاء الله.